نرى بعض المصلين إذا فاتته الفاتحة أو لم يدركها مع الإمام فإنه لا يسلم مع الإمام، بل يقف ويأتي بالفاتحة ثم يجلس ويسلم بعد ذلك، هل فعله صحيح؟ لا، ما هو صحيح. صحيح أن من أدرك الركوع مع الإمام، ركع مع الإمام، أنه يدرك الركعة ويتسقط عنه قراءة الفاتحة لأنها فاتت مع القيام، لأن قراءة الفاتحة في حال القيام قبل الركوع، فلما فات القيام فاتت الفاتحة. وأبو بكر رضي الله عنه الصحابي الجليل جاء والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فركع معه، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإتيان بركعة، صار مدركا للركوع وتمت صلاته، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإتيان بركعة، وهو ما جاء إلا والرسول راكع عليه الصلاة والسلام. نعم.